أعمال تمييز عنصري ارتكبتها دولة الإمارات ضد المواطنين القطريين، ذاك هو مضمون الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 23 من الشهر الجاري، وألزمت بموجبه أبوظبي بالتراجع عن نتائج قرارها الذي بات الآن مدانا من القضاء الدولي. الحكم الذي أصدره أعلى جهاز قضائي للأمم المتحدة أحدث ارتباكاً وتناقضاً واضحين في البيانات الرسمية الإماراتية، وكذلك في التغريدات التي انفلتت من عقالها على صفحات بعض المسؤولين في أبوظبي. ومن الأمثلة على ذلك، وهي كثيرة، ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية في 5 يونيو 2017 على حسابها الموثق بتويتر، حيث قالت: الإمارات تمهل المقيمين والزائرين من المواطنين القطريين 14 يوماً للمغادرة. وفي تغريدة أخرى بتاريخ 28 يونيو الماضي، غردت الوكالة نفسها تقول: إن أدلة الإمارات ودفوعاتها تدحض جميع الادعاءات القطرية، وتؤكد أن الإمارات لم تتخذ أي إجراءات لطرد أو إبعاد المواطنين القطريين. ومع أن كل واحدة من التغريدتين تناقض الأخرى بشكل لا لبس فيه، فإن حقائق الواقع المثبتة تقول إن أبوظبي قد اتخذت جميع الإجراءات الكافية لطرد القطريين والحيلولة بينهم وبين أقاربهم وممتلكاتهم ودراساتهم. وقد رفضت الجامعات الإماراتية مثلاً التعاطي مع الطلاب القطريين المطرودين، وبلغ بها مستوى التمييز ضدهم أنها رفضت حتى أن تمنحهم سجلاتهم الأكاديمية للالتحاق بجامعات أخرى. حالة الإنكار والتضليل التي حملها البيان الحكومي تردد صداها في تغريدات بعض المسؤولين الإماراتيين، ومنهم وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش. كان قرقاش قد استبق قرار المحكمة بسلسلة تغريدات بدا واثقا فيها أن المحكمة سترفض الشكوى القطرية جملة وتفصيلا، مدعيا أن بلاده قدمت أرقاما موثقة وحقائق تفند الدعوى القطرية، وأن الملف القطري عبارة عن جعجعة إعلامية، وأنه خال من الأدلة والأرقام. لكن الوزير الإماراتي سرعان ما لجأ إلى حفرة الإنكار والارتباك التي وقعت فيها حكومته من قبل، مدعيا أن الحكم القضائي الدولي لم يدن بلاده وأن ما تضمنه هو تحصيل حاصل. ويعد قرقاش من أكثر الشخصيات تجسيداً للتناقض في الخطاب الإماراتي المرتبك، وقد ظهر الكثير من ذلك في المحاضرة التي ألقاها في العام الماضي في معهد تشاتم هاوس البريطاني، والتي قال فيها إن السعودية تعترف أن لديها مشكلة في تمويل الإرهاب، كما أنه اعترف بوجود اختراق لوكالة الأنباء القطرية، وإن كان نفى أن تكون بلاده خلف تلك الجريمة. الإعلام الإماراتي الرسمي وغير الرسمي تساوق هو الآخر في حملة الإنكار والتضليل، مردداً المزاعم التي أطلقتها الحكومة وجهازها الرسمي. لكن السؤال المطروح: في أي تاريخ أعلنت الإمارات تراجعها عن قرارها التمييزي ضد المواطنين القطريين؟ وإذا كانت تسمح بالفعل للقطريين بزيارة عوائلهم المشتركة أو إكمال دراستهم أو التصرف في ممتلكاتهم كما تدعي، فلماذا لم تأخذ محكمة العدل الدولية ذلك في الاعتبار عندما أصدرت حكمها الملزم لأبوظبي؟